الوقت التهريب هي ظاهرة تكون موجودة في كل دول العالم. الآن أصبح خلى الظاهرة المتفاقم أعتقد هو عدم وجود أمن كافي في سواحل والله في الحدود المنافذ البرية. الكميات منذ يقولك ممكن في حدود الخمس نواقل تم ضبطهم بأمر النائب العام تم ترجيحهم واستمتهم شركة البرية تقريبا 25 مليون لتر خلال العام.